ما هذا؟ ما أغرب هذا المنزل وأصغره؟ من الذي يستطيع أن يعيش هنا؟ ألا تعرف هذا المكان؟ إنه ليس منزله. وما هذا إذن؟ إنه مكان اختاره رجل عظيم يجلس فيه طوال يومه، يذكر الله جل وعلا ويتقرب إليه بصلاة النوافل وقراءة القرآن والدعاء، ولا يخرج منه إلا لأداء الصلاة المفروضة فقط. سبحان الله، ما أشد ورع هذا الرجل! لم أكن أظن أن في البصرة مثله. ترى من يكون؟ إنه صفوان بن محرز المازني. ومن لا يعرف صفوان بن محرز؟ كان يجب علي أن أتوقع ذلك. لم يكن في البصرة من لا يعرف صفوان بن محرز المازني، العابد الزاهد الورع الذي ألقى الله محبته في قلوب الجميع. ينبغي على المسلم أن يكون زاهدا في الدنيا، لا تغره زينتها ولا يشغله متاعها، وإنما يلتفت إلى ما يصلح به حال نفسه وما يعينه على لقاء ربه يوم القيامة. فهذه الدنيا متاع زائل، ولهذا فإن ها قد جاء صفوان بن محرز. اقترب يا صفوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا صفوان. شكرا لك أيها الشيخ. كنا نتحدث يا ولدي عن متاع الدنيا. وما متاع الدنيا إلا متاع الغرور. ولكن الله يأمرنا في كتابه قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هذا صحيح، لا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس أن تحمد الله على ما أعطاه لك من النعم، وإن لم تحمد الله فسيصبح متاع الدنيا عندها هو متاع الغرور. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. بارك الله فيك يا صفوان وأيدك بنوره. الحمد لله، 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 الحمد لله. الله 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 الله. أعطني رغيفا من الخبز يرحمك الله. تفضل. شكرا لك. الله 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 الله. صفوان، ماذا تفعل يرحمك الله؟ وماذا عساي أن أفعل؟ تأكل كسرة خبز. وماذا في ذلك؟ إنها لا تسمن ولا تغني من جوع. إذا أكلت رغيفا أشد به صلبي وشربت قدحا من ماء، فعلى الدنيا وأهلها العفاء. كانت قناعة صفوان
هي كنزه الذي لا يفنى، وبحره الذي لا يجف، ونبعه الذي لا ينضب. لا بد أن ندخل إليه ونستفيد من علمه. ربما يكون غير مستعد لهذه الزيارة. وهل نعود دون لقائه وقد قاسينا عناء الطريق؟ إذن نتبع تعاليم ديننا الحنيف، ففيه الفصل فيما تختلفون. كيف؟ نطرق الباب ثلاثا، فإن أذن لنا ندخل، وإلا نعود أدراجنا. نعم الرأي. أصب، فليطرق أحدنا الباب. سأفعل أنا. ادخلوا يرحمكم الله. السلام عليك يا صفوان. أرجو أن تغفر لنا هذه الزيارة إن كنا قد جئنا من دون ميعاد. بل مرحبا بكم وأهلا وسهلا، ولكن فيما هذا الجمع؟ نريد أن نسمع منك، نستزيد من علمك، ننتفع من فضلك. حدثنا بما ينفعنا يا صفوان. تريدون أن تسمعوا مني ما ينفعكم؟ أجل، بالطبع، بالتأكيد. نعم. إذن قولوا الحمد لله. أفضل القول الحمد لله. فاتحة الكتاب الحمد لله. 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 وعاش صفوان ما شاء له الله أن يعيش، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. ولدي، سيتعافى والدك بإذن الله. أتمنى ذلك، ولكن مرضه شديد جدا وألامه قوية. شفاه الله، شفاه الله. كيف تتحمل هذه الألام يا أبي؟ يا ولدي، إن أباك إن مرض واشتد به المرض فكفر الله به خطاياه، خير له من أن يدخل قبره فتأكله الأرض ولا يؤجر في ذلك. فالحمد لله على ما قدر، والحمد لله على ما كان وما سيكون. كان حمد الله هو نبض قلبه وحركة لسانه وطوق نجاته في السراء والضراء. رحم الله التابعي الجليل صفوان بن محرز.